السلام عليكم. يا ترى ايه سبب نزول اول آية في سورة الجن؟ ربنا يقول عز وجل: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. هو ايه القصة وايه الموقف؟ الحقيقة القصة دي رواها ابن عباس في حديث في البخاري ومسلم، فقال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من اصحابه عامدين الى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وارسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو ده كان سبب نزول الآية الأولى في سورة الجن. وهنا السؤال: يا ترى إيه أصل كلمة جن؟ الحقيقة يقول المفسرين وأهل اللغة إن أصل كلمة الجن هو التستر والتخفي، ولهذا سموا جنا لأنهم يستترون ويستخفون ولا نراهم. ولهذا برضو سميت الجنة بجنة لأنها تستر وتخفي ما بداخلها. وده برضو زي آية: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. يقول ابن كثير: يعني لما تغشاه وستراه الليل رأى كوكبا، ده معنى فلما جن عليه الليل. فكل ده أصل كلمة جن هو التستر والتخفي. طب في كم كلمة كده في السورة تعالوا كده نمر عليهم بسرعة عشان نتأكد ان احنا كلنا فاهمينهم صح. قول الله عز وجل في الآية اللي بعديها: يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. طبعا كلكم سألتوا نفسكم يعني تعالى جد ربنا. يقول ابن كثير وابن القيم وعامة المفسرين ان كلمة الجد تأتي بمعنى العظمة والقدرة والفعل والأمر والحظ. يبقى وأنه تعالى جد ربنا يعني تعالت عظمة الله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقريبة منها برضو الدعاء اللي بنقوله بعد الصلاة: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ والعظمة منك حظه وعظمته. الآية اللي بعديها: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. طب يعني ايه شططا؟ يقول ابن كثير ان شطط معناها الظلم والجور، ويقول ابن عاشور هو كل مجاوزة للحد وكل ما يخرج من العدل والصواب. عشان كده يا قريبة من آية سورة صاد: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، يعني لا تظلم ولا تخرج عن الحق والإنصاف. فده كده كان ملخص يعني لسبب نزول أول آية في سورة الجن وكام كلمة بعديها، فارجع كده اقرأهم ويعني وحس بطعم جميل المرة دي. فاللهم علمنا ما ينفعنا فانا ما علمتنا وجزاكم الله خير.